نفر ضيوف الرحمن إلى مشعر مزدلفة للمبيت فيها بعد الوقوف بعرفة، حيث صلوا فيها صلاتي المغرب والعشاء قبل أن يلتقطوا الجمرات، وذلك استعدادا لأيام التشريق. نعم، وكان نحو مليون حاج قد تدفقوا إلى صعيد جبل عرفات رافعين التلبية لقضاء ركن الحج الأكبر قبل التوجه إلى مزدلفة والمبيت فيها، ثم العودة إلى منى صباح الغد لرمي الجمرات وطواف الإفاضة ونحر الهدي وإكمال مناسك حج بيت الله الحرام. بعد أن أتموا الوقوف بعرفات ركن الحج الأعظم، نفر ضيوف الرحمن إلى مشعر مزدلفة مع غروب شمس اليوم، حيث أدوا صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداء بسنة نبينا الكريم. نحو مليون حاج من شتى أنحاء العالم تجمعهم روح الإسلام، نفروا نحو مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة، يبيتون فيها قريري الأعين ذاكرين الله. بعد أن يؤدوا صلاة الفجر يدفعون منها عائدين نحو منى قبل شروق الشمس لرمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة ونحر الهدي وإكمال مناسك حج بيت الله الحرام. وقد وقف الحجيج منذ صباح اليوم بصعيد عرفات ملبين رافعين أكف الدعاء رجاء في مغفرة الله ورضوانه في يوم تغفر فيه الزلات وتجاب فيه الدعوات. وأدوا صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا على صعيد عرفات، واستمع الحجاج إلى خطبة عرفة التي ركزت هذا العام على أهمية نبذ الفرقة والتنافر بين المسلمين وضرورة التصدي للمفاهيم المغلوطة عن ديننا الحنيف والالتزام بحسن الخلق.